تحررنا لن نعود للقيود قد تحررنا وحررنا الوطن ليبيا ليبيا ليبيا. جمال عبد المطلب مدينة بني وليد مواليد بني وليد ولكن عايش في العاصمة في طرابلس من زمان وكنت موظف في الدولة الليبية اشتغلت في قطاع سلك التدريس سنوات وبعدين انتقلت إلى وزارة الخارجية في سنة 1980 بدأت في الخارجية واشتغلت 7 سنوات متواصلة. الحقيقة أنا عشت في بيت زي ما قلت لحضرتك والدي كان أستاذا كان متعلم وكنت أصغر الأولاد كنت مقرب منه وكانوا يرود المكان كثير من شخصيات التعليم ورجال اللي يجونا كان عندنا موضوع ضيافة وكنت أنا أجلس معهم وكانت هذه المدرسة الأولى وأنا طفل الاستماع إلى والدي والمشايخ والشخصيات والأساتذة يتحدثون في الأدب في السياسة في الدين في كذا فكنت أستمع يعني كانت هذه بداية اهتمامي بقضايا السياسة وقضايا حقوق الإنسان. قريت كمية هائلة جدا من الروايات كونت فكرة عن العالم سافرت فأصبحت عندي رؤية ورأي وكذا وعارف أن الموضوع هذا خطير وحذرني كثير من الناس من أقاربي ومن أصدقائي أن ليبيا يعني الآن لا تسمح بحرية التعبير والنقد وأن عمرو القذافي أصبح يعني صنما كيف مثل كيم آل سونغ مثل حافظ الأسد وكذا لا ينتقد. صار الاضطهاد الأول أني وزحت لم أكلف بموقع أو كذا أو منعت حتى من أخذ دوري في السفر والعمل. بعدين تطورت الأمور إلى أن استدعيت إلى مقر الأمن الخارجي ومسؤول عن الناس اللي يشتغلوا في الخارج أو كذا وحقق معي أكثر من مرة استخدموا معي أسلوب يعني أسلوب بديع في التحقيق في نوع من الاستفزاز وكذا واتهمت بأني على أساس أنك أنت من أنت حتى تتكلم عن أن ليبيا ما فيهاش حقوق إنسان وأن الدفع عن جواسيس اللي هم المعارضة كانوا يسموهم هم الجواسيس ويسموهم الكلاب الضالة يستخدمون في كلمات بديئة جدا لما تستدعى في قطاع من قطاعات الأمن وتتهم بالرجعية وكذا وتنجى من السجن وكذا أنت تفرح في حد ذاتها يعتبر في ليبيا إنجاز أن ما سجنوكش وما ضربوكش وكذا غير مسألة تحقيق أو دارولك ملف أو صنفت أنك أنت مثلا رجعي أو كذا في حد ذاتها كانت حاجة مخففة شوي تقدر تشتغل في قطاع خاص تقدر تسافر تهاجر ماخدوش جواز سفري فهذه في حد ذاتها كانت إلى حد ما لكن خلاص أنا صار لي نوع من الإشمئزاز من العمل في الحكومة في كل مكان تلقي الجان التورية والأمن والتقارير وبتكلمي مع الناس وبتعايشي أن المكان أصبح العمل معهم أصبح خطر علي فخذيت قرار الابتعاد عن الوظيفة والاتجاه إلى العمل الحر ليش نمشي أولادي وقعدت نشتغل في أشغال حرة ما استقرتش مكان معين يعني مرات نقعد حتى فترات بدون مرتب مرات كذا إلى آخره فهذا يعني أثر سلبا على نفسيتي وعلى حتى معيشة أولادي عشنا في ضنك يعني أنا وجوزتي وأولادي وكانت جوزتي سيدة يعني متفهمة وكذا وعندها رأي وكل شيء ولكن كان موضوع هذا بالنسبة لي يعني كان عندي الحمد لله عاونتني أشياء عندي بيوت في منطقتي مؤجرة عندي إيراد إيجارات وكذا فعشت حياة ناقصة يعني ناقصة من كثير من الأشياء.